الفل والسعاده والياسمين على كل الناس الحلوه اللي بتشوفنا النهارده. يوم جديد وقعده جديده من قعداتنا في هو وهن. عندنا فقرات كتير جدا بقى، فنيه اجتماعيه، حاجات فاشن، حاجات كتير جدا حلوه هتشوفوها بس في هو وهن على شاشه قناه المحور. كالعاده بيشاركني في البرنامج مرموري رندوشي دمزي. عاملين ايه؟ اهلا اهلا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ طبعا انا بسلم على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده. النهارده يوم جديد وقعده جديده، مواضيع كتير كلها حاجات حلوه ومختلفه، وان شاء الله تنال اعجاب حضراتكم. احنا معانا فقرات زي ما انا قلت فنيه. النهارده فقره الفنيه هتكون مميزه جدا، عشان النهارده هتكون في ضيافتي النجمه المتميزه جدا، شفناها وبسطنا معاها في رمضان في مسلسل جميله، المسلسل اللي كان طبعا بطولته النجمه الكبيره ريهام حجاج. المسلسل كمان كان بيعرض على شاشه قناه المحور، وهي الجميله عبير منير. وطبعا كانت دورها دور مختلف، كان دورها دور جميل جدا، وبتتكلم بلسان كل الستات. يعني انا صراحه متحمسه اني اشوف هاي الفقره، متحمسه اني اتعرف عليها بشكل رسمي. بس بالبدايه اكيد اسمحوا لي احكي لكم يا مساء الاناناس على احلى وافخم واجدع ناس. تحيه لكم كثير كبيره. بلشنا حلقه جديده فيها اشياء كثير حلوه، كثير حلوه ولا لا يا ديما؟ طبعا. مساء الخير على كل مشاهدينا. النهارده بقى انا معايا فقره مميزه جدا مع الستايلست مرام البشوتي. هنتكلم عن كل حاجه البنات محتاجه تعرفها في صيف 2023، من بقى لبس، جزم، شنط، كل حاجه. يعني بما انك كمان عم نحكي عن الستايلنج واللي هو ملعبك يا دمزي، المود عندك انت بالضبط. برضه كمان لكل الصبايا وبرضه كل الشباب اللي عم بشوفونا، رح يكون معنا اليوم الرسام التاتو او فنان رسم التاتو اللي هو اكيد شنوده ملاك، اللي عامل مبادره كثير حلوه اسمها حبي نفسك. ليش؟ شو عم يعمل شنودة؟ شنودة عم بيعالج كل الأشخاص اللي عم بيعانوا من أثار الحروق أو أثار العمليات أو التشوهات المعينة. عم بيرسم لهم تاتو على أماكن المتضررة بالمجان، ما عم بياخذ شيء. مبادرة جدا حلوة للواحد يقدر يرجع يحب نفسه. بتعرفوا مرات مواقف معينة لما نتعرض لحوادث، الله يبعد عن الجميع عنكم أكيد مشاهدينا، بصير الواحد ما يحب يشوف حاله بالمراية. صح. شنودة؟ والبنات والستات البنات كمان الصغيرة اللي في سن صغير ممكن تبقى مكسوفة حبيبتي مثلا تلبس حاجة كات أو تلبس حاجة في إيديها. فأنا والله من هنا بوجه تحية بجد لشنودة، برافو عليكم بجد، حلو قوي. ايه هتعملوا ايه بقى؟ لا انا فعلا برضو عايزه، يعني ده حاجه حلوه جدا ان هو يكون يعني حاجه انسانيه بالزبط. حاجه مش موجوده دلوقتي. طبعا انا بحس ان التاتو تبعك انت والموضه طبعا مع تيما. كل واحده فينا مميزه كده بحاجه. احنا بقى بتاع انا بالنسبه لي بقى الولوله ويا لهوي ومش عارف ايه الحاجات الاجتماعيه بقى والخناقات. الستات مع نرمين. بالظبط، الستات والمشاكل اللي ما بين الراجل والست يعني هتكون معايا انا. يعني نطلع فاصل يا دمدومي؟ يلا نطلع فاصل. استنونا بقى بعد الفاصل، معانا فقرات كتير حلوه. فاصل ونرجع لكم. القصة من البداية اني اتعرفت على زوجي وبعد فترة مش كبيرة اتجوزنا. الاول كنا عايشين كويس، ما كانش فيه اي مشكلة، وبعدين هو بيتعاطى مخدرات يعني، فكانت بدأت تبقى فيه مشاكل بسبب موضوع الشغل، بدأ بقى يبقى فيه مد ايد. فوانا ببص من الشباك ضربني ضربة جامدة كده من هنا، فبصيت لقيت نفسي طايرة لورا، والموضوع اتعرض في التلفزيون لان الوقعة اتصورت. حصلت مداخلة من المجلس القومي لحقوق المرأة، من وقتها فعلا ما تخلوش عني ولا لحظة لحد النهاردة. العدد اليومي للشكاوي اللي بتجيلنا بيتراوح ما بين 150 ل 300. السيدات بيوصلوا لنا عن طريق 15115، عن طريق المقابله الشخصيه في الفروعنا في ال 27 محافظه. اغلب الحالات اللي بتجيلنا بيبقى ليها علاقه بالاشكاليات بتاعه الاحوال الشخصيه. اكتر ثلاث انواع بنشوفها للعنف هي العنف في اطار الاسره، العنف او الابتزاز الالكتروني، يليهم في المرتبه التمييز في نطاق العمل، والعنف في الشارع. احنا جات لنا سيده بتجوزها من شخص هو مدمن وتاجر مخدرات في نفس الوقت، وكان دايما معتاد ان هو بيضربها بآلات حد. الست دي جات لنا كان كل طلبها ان هي عايزه تتطلق. قعدت مع الاخصائي النفسي وقدمنا لها دعم نفسي اولي، دخلناها لمحامي اداها المشوره القانونيه في اجراءات رفع دعوى الخلع، ووجهناها باجراءات عمل المحضر، واتعمل لها تقرير طبي بالاصابات اللي في جسمها، والحمد لله قدرت تاخد حكم خلع وحكم حبس في قضيه الضرب. ان
نظام الإحالة هو نظام عالمي للمرأة المعنفة، مكون من مجموعة من الخدمات بتقدمها مجموعة من الشركاء زي النيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة التضامن من خلال دور الإيواء، والقطاع الطبي، المراكز الطبية للمرأة الأمنة. أهل زوجي كانوا واخدين مني ولادي كمان، أنا ما كنتش متخيلة أني هشوفهم تاني لحد لما لقيت جالي التليفون قالت لي ولادك معانا. فأنا فرحت جدا الوقت ده، بس يعني الحمد لله أن ولادي معايا، والفضل أولا وأخيرا ربنا وبعدين المجلس القومي لحقوق المرأة. السيدة بتيجي تقابل مجموعة الدعم الاجتماعي والنفسي، بتتكلم معاه وبتحكي له كل الإشكاليات اللي عندها، وبعد كده بيبتدي هو يحلها سواء لزميل آخر في المكتب محامي بيديها الاستشارات القانونية، أو لجهة اختصاص اجتماعي أو نفسي أو أسري زي الأمانة العامة للصحة النفسية، قطاع من قطاعات وزارة التضامن، أو قطاع لم الشمل في مشيخة الأزهر. لو السيدة في احتياج لمكان آمن بنحيل لدار من دور الإيواء للمرأة المعنفة. في حالة إن السيدة في احتياج لدعم اقتصادي بيتم توجيهها إلى مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، واللي بدورهم بيحلوها للجهات الشريكة المعنية بتقديم خدمات التمكين الاقتصادي. مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي يصوروا حالة لسيدة هي موجودة في مسكن غير أدمي وابتدت تفقد الحركة. تواصلنا على طول مع المستشفى في النطاق الجغرافي، ابتدينا نجهز دار استضافة آمن تقعد فيه، وأثناء المعاينة بتاعت مكانها اكتشفنا أن هي عندها موهبة بتعمل منتجات يدوية جميلة جدا. ابتدينا نشتغل معها على التمكين الاقتصادي، أولا نعلمها التسويق الإلكتروني، وأخذنا المنتجات دي عرضناها أحد المعارض اللي بيشارك فيها المجلس مع شركائه، وهي دلوقتي في شكل أفضل وفي وضع صحي أفضل وفي مكان آمن تماما الحمد لله. من الخدمات الأساسية في حزمة الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة هي وحدات الطبية للمرأة الآمنة، ودي موجودة في المستشفيات الجامعية، القصر العيني، عين شمس، المنصورة، وأسيوط. الطبيب بحكم وظيفته هو أكتر واحد بيقابل المرأة اللي بتتعرض للعنف، وبالتالي كان الوجود وحدة زي دي في قلب المستشفيات الجامعية بتخصصاتها المختلفة هو الوسيلة إن احنا نجمع كل الخدمات اللي ممكن يتم تقديمها للمرأة اللي بتتعرض للعنف. احنا بنقدم لها الخدمة الطبية اللي هي بتحتاجها، وبيتم عرض عليها بقى الإحالة إلى الأماكن التانية اللي بتساعد في تقديم الخدمة ليها. أول الجواز كان كويس يعني، وبعد كده بقى حصلت مشاكل ما بينه وبينه، فشدت أنا وهو فضربني بالبوكس مرتين في بإيده في عينه، بقتش شايفة بقى حاجة خالص. فروحت كشفت وقاموا عاملين العملية مسافة يوم بالليلة بالظبط. السيدة اللي بتيجي للوحدة هي أساسا معرضة لعنف، وحالتها النفسية والجسمانية لا تسمح أنها تقف في طابور طويل، فاحنا عملنا حاجه اسمها فاست تراك، بتخشي مباشره على العياده، بيتم الكشف عليها بصوره متكامله. يعني مثلا لو كان في نوع من الاصابات محتاجه تخيط او ما الى ذلك، او محتاجه ادويه، بيتم التعامل معاها، وبعد كده بيتفتح ملف عن طريق طبيب امراض النساء والتوليد. دور الطب الشرعي بيبدا طبعا في الحالات اللي هي فيها احاله قانونيه، لو كان مثلا في اعتداء جنسي، اخذ العينات بصوره مظبوطه، توثيق الاصابات بصوره جيده. والحالات اللي هي بتتعرض للاغتصاب بتاخد حاجتين مهمين، موانع الحمل اللي هي بنسميها emergency contraception، وبتاخد مضادات للفيروسات عشان الأمراض المنقولة جنسيا. فده أول حاجة من الحاجات اللي هو بسميه الدعم الطبي الأولي. لو حالة جاية ومحتاجة دعم نفسي أولي بقابلها الأول، لازم أسمع منها كويس قوي، السماع نفسه عندي جزء من العلاج. الدعم النفسي اللي احنا بنقدمه في العيادة سواء في بداية اللقاء مع المريضة أو الجلسات المستمرة اللي بعدها، كل ده بالمجان. المميزات اللي بتميز وحدة المرأة الآمنة في التعامل مع السيدات اللي بيجوا ليها، أول حاجة السرية، احنا مسار محجوب تماما حتى عن سائر اقسام المستشفى، بنعمل كود مخصوص وبرقم سري عشان بالنسبه لنا انت الكود ده محدش هيعرف انت مين. وكمان عندنا في نظام الاحاله وحدات لمناهضه العنف ضد المراه في الجامعات،
وجود وحدة بهذا الغرض داخل الحرم الجامعي بتضمن للفتاة والمرأة بيئة آمنة. فكان لازم منهجية وآلية سهلة بالنسبة اللي بنت تقدر توصل لها وفي نفس الوقت سريعة تقدر تضمن لها حقها. في دكتور معين هو منتدب بيجي يدرس لنا هنا، مرة كلمني الساعة 4:30 الفجر. المكالمة دي ضايقتني، قررت ان ننزل واتكلم مع دكتور جمال منسق مناهضة العنف ضد المرأة وحكيت له على كل اللي حصل. بعدين عرفت بقى ان هو اتحرم من انتدابه هنا. عندما تأتي الشاكية إلى مقر وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية حقوق يتم أخذ بياناتها بطريقة سرية ونشوف مضمون الشكوى إذا كان متعلق بتحرش أو متعلق بعدم مساواة أو متعلق بتمييز أو متعلق بحرمان من درجة علمية أو متعلق بحرمان من حقوق في بيئة العمل. بالطرق المختلفة بقدر أخلص إلى تقرير إن هذه البنت تدعي ادعاء سليم وإن ليها حق ولا، وأكتب تقرير وارفعه مباشرة رئيس الجامعة اللي بيأمر في الحال بعقد لجنة تأديب سريعة القرار وبياخد قرار مؤقت بوقف الطالب أو وقف عرض يدريس من ممارسة أو التعامل مع هذه الطالبة مرة أخرى أو ممارسة النشاط الطلابي مرة أخرى إلى أن يبت في لجنة التأديب. وإذا كان هناك نوع من الخروج غير المألوف الذي يعاقب عليه قانون العقوبات يحال إلى النيابة العامة، والنيابة العامة صاحبة الحق الأصيل في اتخاذ شؤونها في احالته المحكمة الجنائية. هل دورنا بيقف عند هنا؟ لا، البنت دي لو هي بعد تعرضها للواقعة دي حصلها اي تأثير سلبي على نفسيتها فمحتاجة علاج نفسي بنحولها لجنة الدعم النفسي. فيما يتعلق بالدعم النفسي اللي تقوم به الوحدة احنا بنعمل حاجة عامة، انه بنقوم بعمل ندوات متكررة من اساتذة الصحة العامة واساتذة الطب النفسي، كل هذا في اطار الوقاية. كمان بندعم البنت ان هي تكون قائده تنميه الشخصيه والنفسيه للبنت، كمان دورات الدفاع عن النفس. كان في شله شباب قاعدين على السلم قاعده مش كويسه نهائي. اول ما جينا طلعنا الثلاث شباب تصرفوا بطريقه مش كويسه، صورنا اللي حصل علشان يبقى معانا اثبات. في نفس الوقت اتعمل مذكره بكل اللي حصل بالتفصيل، وكان الموضوع هيوصل لان هم فصل نهائي من الكليه. بعدها ما تعرضتش لاي مضايقات ولا اي نوع من الاذى، بقيت مطمنه وعارفه ان اي حاجه هتعرض ليها هروح على طول للوحده، مش هتردد ولا اتاخر. في اطار نظام الاحاله بيتم تبادل التدريبات المختلفه للقطاعات اللي موجوده في النظام ده. السيدة تقدر تطلب الدعم من أي مسار من مسارات الإحالة، من قسم الشرطة، النيابة العامة، مكتب شكاوي المرأة، الوحدة الطبية للمرأة الآمنة، أو وحدة مناهضة العنف في الجامعة، وإحنا بنقدر نحلها داخلياً ما بيننا وما بين بعض، وحنديها الخدمة على أكمل وجه. ومش عايزين ننسى إنه الست هي نص المجتمع، طول ما هي في بيئة غير آمنة مش هتبقى منتجة. هي دي أساس الأسرة، والأسرة هي عماد المجتمع. لو الأسر مفككة أو غير آمنة يبقى المجتمع نفسه غير آمن. أنا عايزة أوجه رسالة للسيدات اللي هما متعرضين للعنف، أنت مش لوحدك، إن أنت ما تسكتيش علشان السكوت بيجيب تمادي. أنت من أول ما تتجوزي لا خدي موقف من أول ألم تاخديه أصلا. حقك أنت تخشي جامعتك وتبقي آمنة، حقك تتحركي في شارع في بلدك تبقي آمنة، لكن ما تستسلمش للواقع اللي هي فيه وتفضل في دايرة العنف دي طول عمرها. مشاهدينا ولسه مكملين فهو وهنا، والفقرة دي فقرة جميلة جدا لكل الناس اللي بتحب الفن واللي تابعت مسلسلات في رمضان. مسلسل جميلة، واحد من أهم المسلسلات اللي تعرضت في موسم درامة رمضان السنة دي. الحقيقة المسلسل ده اتكتب بحرفية شديدة جدا وكان الأداء فيه قوي جدا. المسلسل كان حلو وشارك في العمل ممثلين كتير جدا، وعلى رأسهم طبعا النجمة الجميلة الكبيرة ريهام حجاج. يا نرمين، النجمة الكبيرة ريهام حجاج الحقيقة عملت عمل جميل جدا فعلا زي ما مروة قالت السنة دي، وطرحت مشكلة والله أنا كنت متوقع أن في جزء تاني لأن كنت نفسي أعرف إيه حل المشكلة. لكن خلينا نقول على ذكر بقى أداء كل الممثلين في مسلسل جميلة
كان في واحدة أنا كان إرمين على المستوى الشخصي أنا بموت فيها وبحبها، وهي ست مصرية أصيلة، يعني واحدة لما عرفت إن جوزها بيخونها بالبلدي كده نقول إيه روقته، يعني عملت معاه الصح. خلينا نرحب بضيفتنا العزيزة اللي منورانا النهاردة، الفنانة عبير منير. أستاذ عبير أنت منورانا ومشرفانا وإحنا سعداء جدا بوجود حضرتك معنا في هو بنا بشكل خاص وبشكل عام في قناة المحور. مرسي، ربنا يخليك. أنا كمان سعيدة بيكو. المحور كان بيزيع المسلسل طبعاً. بتاعنا بتاع جميلة. دي حقيقة. دي حقيقة. أنت منورانا وأنا يعني على المستوى الشخصي بحبك جدا من زمان. خلينا بقى نيجي للمسلسل، وعايزة أعرف البداية كده لما المسلسل اتعرض عليكي، المسلسل كان بالنسبة لك إيه، أو الورق بالنسبة لك حسيتي بإيه، ولا أنت هتعملي إيه في المسلسل ده؟ المسلسل الأستاذ أيمن سلامة كلمني عليه وكلمني على دوري، وأنا طبعا بحب جدا أشتغل معي، وبحب أشتغل جدا مع النجمة الراقية الجميلة المثقفة ريهام حجاج. يعني مش أول تعاون معاها، اشتغلت معاها قبل كده بتاع 5 مسلسلات عشان الحسد بقى. أيوة خمسة. والحمد لله يعني بتبسط جدا، كواليس رائعة، وهي إنسانة جميلة وفنانة محترمة وراقية جدا جدا. طبعا إحنا بنحييها من البرنامج، وطبعا بنحيي الكاتب الكبير المتميز جدا أيمن سلامة. طبعا المسلسل دايما أي كتابة أو أي مسلسل بيكتبه بيبقى مميز. أيوة. مميز ولي مذاق خاص غير المسلسلات المعتادة. بالظبط كده. فأنت لما شفتي زي ما قلتلك الورق، يعني شفتي شكلك في الدور ده، ولا شفتي نفسك في الدور ده، ولا لا إيه؟ يعني أستاذة عبير متهيألي أنت شكلك بعيد خالص عن الدور ده. هي الست زي ما انا قلت كده، الست المصريه بقى الاصيله، هو لا جوزك القوي. طب تعالي بقى تعالي بقى. انا اول ما قريت واستاذ ايمن حكى لي على الدور الحقيقه انبسطت جدا، لان هو الدور فعلا من الواقع ولامس حقيقه موجوده في المجتمع. ستات كتير جدا بتتعرض للخيانة من أزواجها، وبتتعرض أنها أزواجها يسرقوها وياخدوا فلوسها. ده موجود في واقعنا طبعاً. يعني كتير قوي امبارح حتى كنا بنتكرم في لاينز هيليوبلس، واحدة منهم من الستات الفاضلات اللي كانوا موجودين قالوا لي أنت لو واخدة حياتنا حياتي أنا ما كنتش هطلعوها أحسن من كده. فده نموذج موجود المشكلة. طيب على غرار بقى مش أنا اللي طرحته، أستاذ أيمن سلامة المبدع الجميل. احنا معنا غرار استاذ ايمن سلامه واسمه الجميل، هو معنا على التليفون. معنا الكاتب استاذ ايمن سلامه. استاذ ايمن ازيك؟ اهلا بيكي واهلا بضيفتك العزيزه الفنانه. الف مبروك على المسلسل. طبعا مسلسل كان حلو جدا جدا جدا، وحضرتك ما بتعملش الحقيقه حاجه وحشه ابدا. كلمني عن المسلسل وعن التوليفه الخاصه اللي حضرتك عملتها. بصي، قبل ما أكلمك على المسلسل أكلمك على فريق العمل. إحنا السنة اللي فاتت كنا عملنا مسلسل يوتيرن أنا والمخرج سامح عبد العزيز والفنانة الجميلة ريهام حجاج مع المنتج جمال العدل. وبعد يوتيرن قررنا إن إحنا نعمل، وكانت معنا طبعا برضو عبير منير يعني كانت منورانا في المسلسل، وبعدين قررنا إن إحنا نعيد التجربة بعد نجاح يوتيرن بجميلة. نفس التوليفة مع عناصر جديدة مع دراما جديدة، والحمد لله ربنا وفقنا وحققنا نجاح كبير جدا واضح من خلال أستاذ أيمن. طبعا أنت النهاردة مداخلة جميلة، أنا بفكرك بي أنا مروة ميمي. اهلا وسهلا يا مروه، ازيك عامل طبعًا. ايه طبعا انت لازم اكيد تشرفنا في حلقه من حلقاتنا في هو هنا وتيجي تنور الدنيا. طبعا خلينا بقى نتكلم عن المسلسل. دايما كتاباتك او دايما الورق بتاعك بيبقى مختلف، وبيبقى فيه اضافه، وبيبقى فيه كده واخد خط معين، وبتطرح مشكله كبيره جدا موجوده طبعا في المجتمع وفي الواقع. احكي لي، ده انت بتبقى ليك قصد منه ولا بيجي كده يعني؟ لا طبعا لازم، هو الكاتب لما بيجي يكتب حاجه المفروض ان هو يعني يبقى فيه هم الاول عايز يتكلم فيه، عايز يفجره قضية، عايز يفجرها قضية طبعا مشكلة أكيد. لازم يبقى عنده مشكلة أو عنده قضية أو عنده رسالة. الفن مش كده، الفن مش للتسلية زي ما في بعض الناس بتقول، لا الفن ده قيمة كبيرة جدا، الفن بيغير المجتمع. هو ده دور الفن. ويمكن كانت أستاذة عبير يعني قبل ما نبدأ تصوير كانت بتقول إن هو يا جماعة ده دور الفن، يعني حتى أنا بقول لها يعني إحنا المسلسل أنا كنت بتوقع إن هو يبقى ليه جزء تاني نعرف بقى جميلة عملت إيه. طيب الفنانة الجميلة عبير منير معانا هنا منورانا في الاستوديو، فخليني أعرف من حضرتك
يعني هي لسه بقول لها هي كيوت وقمر، الدور برضو فيه سنة شر كده، يعني فيه حتة شر الأدوار المعتادة بتاعتهم. فعملنا ده مع يسرى اللوزي وقررنا نعمل ده مع عبير منير الحقيقة. وأنا عايز أقول لي على حاجة بالمناسبة، كنت عبير منير على الهواء، يعني إن من أكتر الشخصيات الفنية اللي أنا ببقى حريص جدا وهي بتقرأ ورقي عبير منير. ربنا يخليها أستاذة. كانت زوجة للكاتب الكبير أستاذي العظيم أسامة أنور عكاشة. فطبعا إن الست دي كانت بتقرأ لأسامة أنور عكاشة وعارفة قيمة ورق أسامة أنور عكاشة. فلما هيبقى لما تقول لي ملحوظة ولا تقول لي حاجة ولا لما تقرأ، فأنا كان بيهمني جدا إن أنا الحلقات معاها إن هي تقرأ وتكلمني وكتبها الجديدة، ودايما بتنور على حتة ناس كتير قوي بتبقى غفلة عنها. وده غير بقى إن كل شخصية من أولها لآخرها ممسوكة صح، مفيش شخصية بتبقى مبتورة في وسط الأحداث، مفيش شخصية بتظهر بلا فايدة، كل حاجة مترابطة والخطوط كلها مترابطة عشان يبقى الأند مظبوط. وواصلين للحاجة الأستاذ أيمن في دماغه، الفكرة اللي عايز يطرحها، زي المشكلة زي ما كنا بنتكلم قبل في الكواليس قبل ما ندخل على التصوير. كنت بتقولي القفلة دي زي الفنانة النجمة ريهام لما قفل عليها المسلسل، هي بتقول حاجتين، يعني عايزة تقول حاجتين. أولا لازم تغيير في القوانين، لأن موضوع اللي حصل لها الكارثة اللي حصلت لها، الاغتصاب اللي حصل لها، ده لازم يتواجه بحاجة، ان واحدة لما تغتصب تعمل ايه، يعني تفضل مخلية البيبي ولا تعمل ايه. لازم يكون في اطار قانوني واطار حاجة محترمة. فالأستاذ أيمن عايز بيعمل صرخة من خلال ده، ان انتوا في ناس بتتعرض لظلم في حاجات كتيره، منها الموضوع ده. فهو ده دور الدراما الحقيقيه، ان هي مش مجرد حاجات بقى. نشكر الكاتب الكبير والاستاذ ايمن سلامه، وطبعا انت من الناس المبدعه اللي دايما اسمك بينور فعلا كل مسلسل. هرجع عليك بقى يا استاذه عبير، وعايزه اسالك سؤال، عايزه اسال رايك الخاص اي زوج يخون مراته او يخونها او يخون العهد بينها، يعني بينهم وبين بعض طبعا دي علاقه بتبقى مقدسه. رايك ايه انت النهارده بتتكلمي بقى ايه بلسان كل السيدات، رايك ايه؟ بصي انا ما اقدرش احكم على هادي، يعني انت ملامحك جميله وهاديه وبريئه، بس كل ست بيبقى جواها اسلحه طبعا بتطلع في الوقت المناسب طبعا اكيد. بس انا ما اقدرش اعمم رايي لحد، يعني كل واحد قادر بظروفه. يعني في ست ممكن تستحمل وتسكت وتمشي الدنيا عشان خاطر بيتها واولادها وخراب بيتها، وان الولاد هيتشردوا بعاد عن الام والاب، زي ما انا قلت في استاذ ايمن كاتب، وانا قلت الكلام، قلت يعني انا استحملت عشان خاطركم، واستحملت جوزي عشان الولاد يتربوا بين ام واب ويطلعوا سويين، واستحملت خياناته وغدره، وكنت مقدمه له كل خير وفي الاخر اتقابلت بكل شر وغدر واهانه ويعني وعدم تقدير. فهي ما قدرتش تستحمل، هي شافت ان خلاص هي، بس هي في الاخر وقفت جنبه برضو لما هو دخل اتحبس، عشان بتقول عشان ايه لو خدتي بالك استاذ ايمن كاتب ايه، عشان انا جيت مش علشان ارجع لك، انا جيت عشان انا بنت اصول ومتربيه ومحترمه وبعمل باصلي. انت كنت مش هرجع لك. انا قلت مثال للست المصريه، على فكره الست المصريه كده اصيله طبعا. ست المصريه طبعا. اصيله جدا جدا، يعني جداً. هي وقفت باصاله عشان هي ست محترمه جدا، وست ودايما كانت بتاكد في كل اللقاءات، حتى لما راحت لهاني اللي هو جوز جميله، اما راحت له العياده فبتقول له دي جات لي طليقتك وقالت لي كذا كذا، انا ما ببني، قال لها انت هتستفيدي ايه؟ قالت له انا ست محترمه، انا ما ببنيش يعني مصلحتي على خراب بيت حد، فدي هتخرب بيتك. طيب على المستوى الشخصي بقى، انا محتاجه ادخل بقى جوه شويه كده، وهنرجع تاني للمسلسل الجميل اللي كان مكسر الدنيا في طبعا رمضان. مكسر الدنيا. الفنان عبير منير برج الجدي، انا جوزي جدي على فكره، جدي من اطيب الابراج،
طيبين جدا جدا جدا، بس دماغهم ناشفه جدا جدا جدا. اه دي حقيقي، دي حقيقي. يعني زي اي برج على فكره، واي شخصيه فيها الطيب وفيها مش هقول شرير، بس فيها الجزء الصعب او العصبي شويه. ازاي بالكاركتر بتاع حضرتك، الشخصيه الطيبه الجميله الهاديه الملامح البريئه، قدرتي توصلي بالكاركتر ده للكاركتر ده؟ لان والكاركتر بتاعك ده انا شايفاه برضو من الادوار او الشخصيات الصعبه. هو الدور فيه لوجيك، هو مكتوب يعني في حاجه مبنيه، هي ما هي كل واحد بيفيد بيه، كل واحد بيجي الوقت بيفيد بيه، ما تفضل مستحمله الخيانه والاهانه والبهدله وفي الاخر بيسرقها وبياخد فلوسها، فهتعمل ايه؟ خلاص لا، ما هي الست قلبت الترابيزه لان هي ما قدرتش تتحمل. زي ما بقول لك في ستات بتتحمل وتكمل وفي ستات ما بتقدرش تتحمل وتكمل. حسب كل واحده ظروفها ايه وشخصيتها ايه. هي شخصيه قويه جدا جدا، هي مش شريره على فكره، لا هي مش شريره، لا بس لا. هي قويه وبتعرف تاخد حقها كويس جدا جدا، مش هسيب حقها. يعني شوفي عملت ايه في 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 الاستاذه الجميله القمر سوسن بدر، شوفي عملت فيها ايه خطيره. لا يعني ما سكتتلهاش، وكان حته فكره جباره، خدت ده وراحت حطاها على جروب الماميز. أيوة. ومش عارفه ايه، فاللي هو بتاع المدرسه بتاعتها علشان تنتقم، لان هي ادت لها فرصه، لان هي برضه ست محترمه. اما جت لها في البيت وقالت لها اديني فرصه وانا هسيبه وخلاص مش هقطع علاقه بيه وروحي لبنتي قولي لها كذا عشان سمعتي وسمعه بنتي، قالت لها طيب، ما قالت لهاش طيب، سكتت وفكرت. قالت طيب ما اديها فرصه، دي ام في الاخر، لان هي خطبه الامومه فيها. راحت قالت لها انت ام، فخطبه الامومه فلمست حته فيها، فراحت فعلا عملت كذا 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 وادت لها فرصه. لما لقيتها رجع ما التزمتش بقى، راحت ادت لها في النصيب. فهي شخصيه مرسومه حلو قوي. المبدع الجميل الاستاذ ايمن سلامه عامل الحقيقه لكل شخصيات، يعني كلنا طالعين فرحانين بادوارنا، راضيين بادوارنا، كلنا بنكمل بعض. والمسلسل عايزه اقول لكم يا جماعه، هو سر نجاح المسلسل مش بس الاستاذ ايمن سلامه والاستاذ سامح عبد العزيز المخرج المبدع، لا كواليسنا المسلسل معمول بالحب. السؤال اللي انا كنت عايزه اسالك عليه، نرجع ليه كوسيل كواليس مسلسل جميله، والمشاهد اللي جمعتك مع ريهام حجاج كانت عامله ازاي؟ طاقتها الايجابيه كانت في الاستوديو عامله ازاي؟ ايه المشاهد اللي جمعتك بيها وحسيتي ان هي يعني صديقه زي ما بيقولوا اخت؟ بصي انا بعتبرها بنتي ريهام، ما بعتبرهاش يعني، هي بنتي وصاحبتي. بنتي وصاحبتي وحبيبتي وجميله جميل يعني، ما يعني شهادتي مجروحه فيها، بس هي انسانه يعني. دايما بقول كلمه واحده عليها، اللي ما يعرفش ريهام حجاج فايته كتير. فنانه جميله وانسانه محترمه وحساسه وفيري فير، والصح صح والغلط غلط عندها، ما تعرفش الالتواءات الرمادي ده مش عندها. أيوة طبعا، وده كمان بيضيف للفن وبيضيف للمسلسل جدا عشان يطلع بالشكل ده. فاحنا كواليسنا حلوة جدا جدا، يعني هي بتحرص جدا بما نجمة العمل ان احنا كلنا من صغيرنا لكبرنا مرتاحين ومبسوطين، ولو حاجه صغيره قد كده ما تحبش حد يبقى متضايق، ما تحبش حد يبقى زعلان. كل واحد لازم يبقى راضي ومبسوط، كل واحد كمان يعمل دوره على اكمل وجه. يعني ما بتجاملش في شغلها، ما تعرفش تجامل. هي شغل فيري بروفيشنال، وفي نفس الوقت على الاذر سايد انسانه خلوقة. على المستوى الشخصي هي صاحبتك وحبيبتك وبنتك وكل حاجه حلوه في حياتك. في مشهد انا نفسي عبير، هنروح بقى الموضوع تاني، ان انت بتتكلمي برضو بلسان كل الستات. الست اللي اتخانت وجوزها عمل فيها اسوأ الحاجات، عندها خطة ممكن تنفذها حتى لو هي شخصية هادية وطيبة وخلوقة، ممكن يعني يطلع منها اسوأ السيناريوهات زي ما حصل في المسلسل؟ ممكن يحصل. يعني في ستات بتعمل كده، في ستات بتنفصل بهدوء وتبني نفسها بنفسها وتنجح وتبقى احسن مما كانت معاه. وفي ستات بتستحمل وبتستحمل وتدي فرص تانية، ممكن يكون المستوى المادي مش مساعدها، ظروفها ما فيش اهل يسنده، ما فيش مكان تقعد فيه تلجأ له، حاجات كتير ما بتشتغلش، قعدت في البيت.
قعدت في البيت وما بتشتغلش، ما عندهاش مورد، ما عندهاش خبره في حاجه، فممكن كل واحده حسب ظروفها، يعني كل واحده حسب ما بتستحمل. في ست زي مثلا انا في المسلسل كنت بقول ايه، انا غنيه وقويه، الفلوس بتقوي. طبعا انا الفلوس فلوسي والشركه شركتي. وكنت بقول للولاد في مشهد، انا اللي خليته وانا اللي علمته وفهمته الشغل وعرفته على الناس وعملت كده. فهي ست قويه، هي كشخصيه قويه جدا. طيب. كون انا استحملت عشان ولادها، دي مش حاجه وحشه على فكره. لا وانا خالص. ما بلومش اي ست تستحمل عشان خاطر ولادها. ما هو بقى ده خليني عايزه اختم، لان للاسف وقت الفقره خلص. هل الفنانه عبير منير، ده كان موضوع حلقتنا على فكره من كام حلقه، ممكن تدي فرصه تانية ولا من اول فرصه وتقول له مع السلامه؟ عموما في الحقيقه بشكل عام، من اول فرصه عامه يعني في الصحاب، في مثلا في حياتك الشخصيه، في العمل، فرص. لا بدي فرص طبعا. انت مع ان احنا ندي فرصه ثانيه؟ طبعا، لان الستات مش سهل، خراب البيوت مش سهل، وتشريد الولاد مش سهل. احنا في الاخر اهم حاجه الاسره. صح. يعني الاسره دي حاجه مهمه جدا، لازم لما بيحصل حاجه كده بتبقى حاجه يعني اكستريم، ما حدش بيقدر يستحملها. لكن عامة الست لازم برضو لازم تدي فرصة ولازم تتحمل، ولازم في بيت وفي أولاد وفي عيلة. قبل ما نختم بقى، عايز أعرف كده في عجالة، إيه الجديد عندك؟ الجديد في مسلسل اتبعت لي ورقه من يومين كده بقرا فيه، وفي فيلم كمان ان شاء الله، وفيلم مهم جدا جدا. لا اي حاجه سريعه بقى عشان احنا لازم نختم خلاص. بس مين؟ لا مين ابطال؟ لا مش. أيوه. مش هنقول. هو فيلم فيه حاجه بتاعت 25 نجم ما شاء الله، فيلم مهم جدا جدا، وفي مسلسل برضو ان شاء الله ربنا يسهل باذن الله. نورتينا وشرفتينا، واحنا كنا سعداء جدا 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 بوجود حضرتك. ربنا يخليك. طبعا احنا بنشكر الفنانه الجميله اللي كانت منورانا النهارده، فهو هن عبير منير، بجد انت نورتينا، وان شاء الله مزيد من التقدم والنجاح والتألق كده، وتبقي دايما منورانا فهو هن. ميرسي حبيبي، ربنا يخليك. طيب احنا اكيد لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا فهو هن، لكن بعد الفاصل. رجعنا لكم ومكملين معاكم في هو هن. مبادرة حب نفسك هي مبادرة أطلقها أكيد واحد من أشهر رسامين التاتو في مصر، واللي هو شنودة ملاك. سببها كتير حلو هاي المبادرة، واللي هو أي شخص بيعاني من خلينا نحكي تشوهات، من حروق، من ممكن عمليات كبيرة، متضايق من جسمه، متضايق من حاله، ما عليكم إلا تروحوا أكيد عند شنودة ليقدر أنه هو يرسم لكم الرسمة اللي أنتوا بتناسب الجرح الموجود عندكم أو الحرق، واللي أنتوا حابين تحطوها بطريقة جدا مميزه. واللي بيميز شنوده انه هو بيرسم على طبقات الجلد الاولى، يعني بدون اي دم. شنوده ملاك موجود عندنا اكيد باستوديو هو هنا، بس مش لحاله، مع كمان اكيد خبيره البيرسينج امي سيف. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. انا كمان شرفت بك جدا، عن جد مبسوطين. ويعني شنوده بدايه بدي ابلش معك، جدا هاي مبادره حب نفسك هدفها نبيل جدا الحمد لله، يعني بالذات انه كثير في اشخاص بيصير عندهم نوع من انواع الحساسيه وضعف كمان لا عرض صار معهم خلاهم انه يصير عندهم تشوهات معينه بجسمهم. احكي لي اكثر عن هاي المبادره. لو قعدنا للصبح مش هنحكي. اولا بركه ربنا اللي جت عليا في المبادره دي اصلا، الحمد لله. يعني هو حاجه كده يعني ربنا زرعها فيا ان انا اعملها انسانيه للناس صراحه، يعني اقوى واكبر استثمار عملته في حياتي طبعا. مبادرة حب نفسك دي فعلا، لان بيجي لي ناس كتير قوي بيبقوا مأذيين في حياتهم بسبب اي شيء او مشكله في جسمهم، يعني بتتعالج الحمد لله، بيبقوا مبسوطين جدا من النتيجة. الشكل النهائي والنتيجه بتاعتهم بالظبط، يعني جدا جميل. رح ارجع اكيد اكمل معك، بس اكيد احكي هلا ايمو. هاي ايمو، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. يعني البيرسينج موجود من آلاف سنين، 5000 سنة. يعني إذا كمان نشوف الموميات بنلاقي أنه كمان في عليهم حلاق كثير. فهل هذا هو علم؟ أنا فكرت أي حدا بقدر يعمل بيرسينج. لا طبعا، مش أي حد يقدر يعمل بيرسينج، بالأخص أن هو بدأ الأيام دي يكون منتشر أكتر من الأول. مظبوط. يعني في ناس كتير بتقول إن هو تقاليد غربية من الغرب وإحنا بنقلد الغرب وكده، لكن لا، هو موجود في مصر من آلاف السنين. أوكي. لكن دلوقتي طبعا بقى بنيدل، بنشتغل بنيدل مش بجانب. بإبرة. مظبوط. بنشتغل بإبرة. كمان لازم نكون عارفين كويس قوي الأماكن الصح ونقاط الضعف الموجودة في بالنسبة للإير مثلا.
هلا انا ممكن اذا ضربتي عرق معين مثلا يسبب امراض كثيره صح؟ طبعا لازم يكون ليها كمكان معين وسايز معين بالنسبه للحلقه اللي بنستخدمه. راح احكي صراحه اكثر عن كمان قد ايه المخاطر وكيف لازم يكون الشخص مختص بالنسبه للبيرسينج، بس بدي ارجع مره ثانيه عند شنوده. شنوده يعني انا شايفه قدامك موزه، وشايفه قدامك انه انت شكلك ناوي تعمل تاتو على الموزه. يعني هنشرح بس حاجه بسيطه كده لكل الناس اللي خايفه من التاتو في موضوع انه بيجيب دم او ازاي التاتو بيترسم صح اصلا. أوكي. لو تسمحي لي ان احنا نبدا ولا اكيد انا يعني بس قبل ما نبلش في سؤال انا محيرني انا كمان شخصيا. بتعرف مرات نسمع هالاماكن اللي بيحاولوا يعملوا تاتوز انه والله هذا التاتو بس 6 اشهر بيروح، هل هذا الحكي مظبوط؟ هل في هذا الشيء او لا؟ لانه عن جد تهنا يعني. لا لا ما فيش حاجه اسمها 6 شهور ويروح. اوكي. في حاجه ان احنا بنرسم على طبقات الجلد من فوق زي ما هنشرح بعد شويه. بس ده مش معناه انه هيروح. اوكي، انت ما بتقول تغميه عشان ما ينزلش دم. اللي بيقول بيروح ده بيبقى مواد مستخدمه بتبقى مش اصليه بتبهت، لكن ما بتروحش بنسبه 100%. طبعا ده غير مشاكل كتير في الجلد نفسه، بيعمل سكور حاجات كده كتير يعني. مزبوط. وهل نفس الـ 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 الحبر خلينا نحكي اللي بيستخدم للجسم هو نفسه اللي بيستخدم للميك اب تاتو؟ نوعا ما نفس الشيء يعني تقريبا. نفس الشيء تقريبا. اوكي، يعني ما بتفرق المهم بس الوان مختلفه. لا طبعا بتفرق في التولز نفسها اللي احنا بنشتغل بها على البشره او في الجسم العادي. طيب ممتاز، خلينا نشوف مع بعض كيف انت بدك تثبت لنا انه انت بس تعمل على الطبقه. أوكي. الخارجيه يعني وما بتفوت على الطبقات العميقه بالجلد. لو بسرعه كده هنشرح ازاي احنا بنتكلم عن، لانه يعني اوكي انا بدك انت بدك تفرجي الناس او المشاهدين انا كيف انت بدك تعمل تاتو على بالضبط او على قشره الموزه وانه ما يفوتش لجوا. قصدك الحبر مظبوط. اوكي، يعني كيف صار الواحد لازم يثبت انه يا جماعه انا عم بعمل هيك. بس احنا لو معانا يعني احنا هنشبه طبقه الموزه دي، الطبقه الخارجيه دي هنعتبرها ان هي طبقه الجلد. أوكي. طبعا طبقه الموزه بتبقى سميكه. أوكي. بس الجلد بيبقى خفيف جدا، فلازم الارتست وهو شغال يبقى ايده خفيفه جدا ان هو ما يعديش طبقات الجلد. وبشرح بسيط جدا هي الكاميرا هتقرب شويه. اوكي، احنا لو التيبل اللي معانا بتاع المكنه عملنا ديب كده احنا اخترقنا كل طبقه الجلد. لكن لو عملنا كده في رقم 2 شويه وما نزلتش لتحت، المفروض بقى احنا بنشتغل كده. اوكي، يعني هديك شوفي الطرف الاول واحد نزل لتحت. بالظبط، نوضحها في حته تاني. يعني هو اللي ما بيتعلمش او اللي بيشوف فيديو على اليوتيوب ويمسك مكان التاتو مثلا ممكن هو يتخيل ان المفروض يعمل كده. فكده احنا اخترقنا كل طبقات الجلد. صح. دي بتعمل سكور وبيبقى فيه بروز بعد التاتو. كمان حد تاني ممكن يعمل كده؟ لا طبعا، الطريقه الصح ان احنا بنرسم على طبقه الجلد بالطريقه دي. اوكي، اللي مش بيسبب اي الم، مش بيسبب خروج دم من الجلد. اوكي. تاني حاجه طبعا مش بيعمل سكور. بعد التاتو ما يخلص خالص وبعد الهيل بتاعه مثلا بعد شهرين لو احنا لمسنا في طبقه الجلد كده هنلاقيه ناعم. مش هنلاقي اي خشونه او اي بروز. طيب وسؤال، طيب يعني هل مثلا بقول لك انه بعد التاتو في اشياء معينه انت لازم تحطها؟ عشان رح نحكي على الرعايه بالذات للاشخاص اللي حضرتك هيك ممكن ساعدتهم بمبادره تحب نفسك انه رسمت لهم رسمات معينه كيف يعتنوا بالتاتو، بس بدي ارد ارجع كمان مره عند ايمو. اوكي، بنوتات حلوه. ايوه طبعا. يعني ايمو خبريني هلا، زي ما حكينا انه من زمان كان موضوع البيرسينج وهلا ممكن صاروا الشباب والصبايا بحبوا انهم يعملوا البيرسينج. من اي عمر يعني في احنا بتعرفي عندنا عاده البيبي بس ينولد على السريع بنخرم البنوته بنحط لها حلق. من اول حديث الولاده يعني. أوكي. من اول البيبي ما بيكون يوم نقدر نعمل بيرسينج، بس بفضل نكون اول بيرسينج بس. اوكي. بعد كده ممكن بعد 10 سنين نقدر نزود بيرسينج واثنين، مفيش اي مشكله. مشكلة. طبعا برضو مش بتكون مرجح ان احنا نعمل بيرسينج للاطفال، لا من بعد ال 18.
اوكي في اشياء بحسب المنطقه يعني. بالظبط حسب أوكي. المنطقه. بس بالنسبه للاير من عمر يوم نقدر نعمل بيرسينج. وبغض النظر وين الحلق موجود، هلا الاتجاه صار انه باستخدام الابره فقط. أيوة وليس الجن. الابره فقط بلاش الجن. أوكي. طبعا احنا بنعمل هنتكلم عن شكل الاير مثلا. بالنسبة للإير في أماكن كتير في الإير نقاط ضغط نقدر نستخدمها كعلاج. أوكي. يعني زمان في خلينا نقلبها عشان نشوف على الكاميرا. أوكي. ممكن في نقاط ضغط في الإير بتتكلم مثلا زي علاج زمان العلاج الصيني بالإبر الصينية. الإبر الصينية كانوا بيستخدموها الأول في أماكن ضغط. احنا بنستخدم البيرسينج دلوقتي برضو كعلاج، يعني مش بس كشكل تجميلي، لا ممكن اكسيها هيك. ايوه عشان يشوفوا. اوكي. مش بنستخدمه دلوقتي بس كشكل، لا كمان نقدر نستخدمه كعلاج. يعني عندك هنا التراجس ممكن علشان بيساعد على التخسيس. هنا بالكونش جوه هنا ده بيساعد على الام الصداع والام الرقبه اللي هو هنا اللي هو هي الداخلي ده. يعني ايوه بالظبط هنا اللي هو ده. اوكي. بس ما خسيتش من الاولى يعني، عملت دي كل مالي بتخن يعني، بس مش لا بيساعد على تثبيت الوزن مثلا. أوكي. برضو هنا برضو جوه كده اللي هو الدس ده بيقلل الصداع النصفي، بيعالج الصداع النصفي لهالدرجه يعني. طبعا بتخرمي ودانك بيأثر لانه يمكن منطقه اعصاب كمان. بالظبط هنا في نقاط ضغط مسؤوله عن كده، وده كان علاج بالابر الصينيه زمان، ولكن دلوقتي بقينا نستخدمها كبيرسينج، منها علاج ومنها كشكل تجميلي. اوكي. وين المنطقه بالدان اللي ما بيصير نخرمها؟ بصي ما فيش مكان، يعني كل الاماكن زي ما انت شايفه كده والكاميرا موضحه، انا حاطه هنا في الودنين كل الاماكن دي نقدر نستخدمها. أوكي. ونحط فيها بيرسينج. هنا كمان الروك. هنا في الحته الفاضيه الواسعه دي ده فلات. هنا هيليكس. بس لهم اسمائهم مظبوط. طبعا هنا الروك فلات هيليكس هاي لوب دس. يعني في بقول لك في كثير اسماء، ورح نرجع كمان بالنسبه للالتهابات. بس ارجع مع شنوده بالنسبه للمبادره، مبادره حب نفسك، حتى اسم المبادره جميل. هلا شوي رح يكون في عندنا صور اكيد من المبادره لاشخاص مثلا زي هاي الشخص. اظني اشرح لنا الحاله هون ايش كانت. دي كانت حرق ميه سخنه وهي صغيره، عندها 3 سنين تقريبا او 4 سنين، سبب لها بقى مشاكل نفسيه عميقه لحد ما بقى عندها 30 سنه. الله. والحمد لله قدرنا ان احنا يعني ولا مبين انه كان في اي نوع من انواع الحروق. الحمد لله يعني جدا بتبقى مبسوطه. بصي دعوات الناس دي كفر اب على رسمه قديمه، دي برده كانت عامله عمليه وراحت عند حد تقريبا يعني بوظ الرسمه. فرجعت تاني عملتها بشكل اجمل عندنا. اختلفت تماما. دي برده دي حرق سبيرتو كانت واقعه على سبرتايه تقريبا او حاجه كده. ف الحاجات دي بتاثر جدا في النفسيه. انت مش دي حادثه على الدائري بقى، ده توك توك وقعها فعمل لها الجرح الكبير ده. مش متخيله كميه الفرحه والدعاوي اللي الناس بتدعيها لك وانت عم تعملها بدون اي مقابل. بصي انا يكفيني ثمن الشغل ده. فرحة الواحدة وهي قدام المراية أول ما بتخلص التاتو وتشوفه، بتبطل أنها تحاول ما تشوف حالها. طبعاً تحب تشوف طبعاً حالة. بتفرق كتير جداً في نفسيتها كمان. ده حرق برضو على الرجل وبتاع حد واو. الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نخفيها يعني جدا صراحه. اول شيء شغلك متقن ما شاء الله يعني، ربنا يخليك بشهاده الجميع. ثاني شيء انه عن جد قديش فرق، قديش يعني صار الواحد يحب حاله، بطل الواحد مستحي من حاله حتى مرات. يعني كبنوتة إذا بدها تلبس ساندلز أو whatever بتكون مستحية إذا في عندها حرق على رجلها. هلا هيك بتلبسه بكل أريحية. أكيد. يعني الله يجزيك الخير. الحمد لله. نحكي عن جد. الحمد لله جدا والله. رائع. فبدي أسألك نعمة. بالنسبة ل مثلا زي هدول الحالات اللي شفناهم على الشاشة، أول شيء قديش مدة الشفاء التام قبل ما التاتو؟ مش اقل من شهر مثلا تشوفي شكل التاتو النهائي عليكي. اوكي. مش اقل من شهر، بس لازم نهتم بنحط كريمات معينه. أه. ما نعرضش التاتو للشمس، ما نعرضوش للميه مثلا في سويمنج بول او حاجه. لمده 15 يوم او أوكي. يعني من اسبوع ل 15 يوم على حسب نوع الجلد. أوكي. بس الشكل النهائي للتاتو لازم يعني يكمل شهر عشان تعرفي تشوفيه كويس. اوكي. وهل في مواد معينه يعني لازم تنحط عليه ولا بس انه بعد الكريمات المرطبه؟ يعني احنا ما بننصحش انه يعني يتحط عليه اي مواد انتبيوتيك او حاجه. أوكي. لان الحمد لله يعني كشغلي انا بشتغل بكل الماتيريال الاصليه. فما فيش داعي ان احنا نستخدم اي انتبيوتيك ولا اي حاجه، هو بس مرطبات لترطيب الجلد علشان القشره لما تطلع ما تاخدش اللون معاها. اوكي. بس مش اكتر يعني.
يعني عن جد الله يجزيك الخير. الحمد لله. أمي هيك بس سريعا احكي لنا ليش في ليش هلا الاتجاه راح على الابره البيرسينج بالابر وليس بالفرد؟ بتعرفي زمان كانوا يحطوا الفرد. ايش الفرق بيناتهم؟ هنتكلم النهارده الفرق بين الجن والنيدل. الجن بيكون الجن او الحلق الطبي، وهو عشان تستخدمي الحلق الطبي عشان تستخدمي الجن تحطي فيه حلق طبي. مظبوط. والحلق الطبي بيكون سنه مدبب، لازم مزبوط. بيعتمد على الضغط. فهو بيدخل الجلد بضغطه قويه، دي بتهتك الانسجه، تخلي يعني فتره الهيلينج اطول. اوكي. ده كمان غير ان الجن بيكون استخدام من شخص للتاني، وده بيكون الهايجين تبعه بالظبط، مفيش تعقيم، ممكن لا قدر الله يحصل انفكشن او حاجه، بيستخدموا بس في التعقيم بتاعه كحول او حاجه، وده ما بيكونش كافي. مظبوط. اما بالنسبه للنيدل دي بتستخدم، بتكون كل حاجه متعقمه، استخدام شخصي، بيكون سن النيدل لو الكاميرا تقرب بس. هو بلاستيك صح؟ مش ابره. ابره معدن استخدام شخصي. أوكي. مره واحده، ويكون السن بتاعها زي ما شايفه كده سنه مدبب جدا. مدبب، فبتدخل الجلد، بتختاري الجلد مكان المكان المنطقه، مكان منطقه الحلق بس. بسهوله هاي؟ بسهوله، اولا عشان هي مسنونه ليزر. اوكي. وبتكون زي ما انت شايفه استخدام مره واحده بس، فما بتستخدمش من شخص للتاني. اوكي. وبتختاري مكان الجلد، مكان الحلق بالظبط، نفس سايز الحلق بالظبط. اوكي. فده بيساعد على الهيلينج اسرع. اوكي. لانه هداك زي ما قلت لك قبل الهوا، كثير في ناس بتصير عندهم انه التهابات بجنيهم. طيب شنوده مبادره حب نفسك؟ انا كثير حابه الاسم. يعني لوين او لايمتى رح تستمر فيه؟ لحد ما اموت ان شاء الله. يا الله. يا الحمد لله. اول شيء الله يطول بعمرك. اكيد. لا المبادره دي بصراحه يعني انا بنصح كل رسامين التاتو في مصر انهم يعملوها، يعني بجد يا جماعه دي سبب الخير اللي انا فيه. عن حقيقه يعني انا بنصح اي حد بيرسم تاتو لازم يساعد الناس، انهم يعني انت مش متخيله كميه الفرحه. طبعا كميه الفرحه اللي بيبقى فيها الناس، وساعات احنا بنعمل ده للناس اللي ما بتقدرش تدفع. طبعا. فتلاقي في واحده مثلا يعني عايزه تساعدك، فتجيب تحويشه عمرها يا عيني وتقول لك لا يعني ساعد بيها حد تاني. يا الله. فانت بتشوفي مواقف بجد كل يوم، مواقف مختلفة تخليك انت لازم تستمر في الموضوع ده اكتر واكتر. ان شاء الله الله يعطيك الخير. اكيد. وشرفتونا ونورتونا اكيد بهو وهن. وايش بدي احكي اكتر من هيك، يعني انتوا جميلين عم بتجملوا كمان الناس. شكرا لوجودكم معنا. شرفت بيك. مشاهدينا رح نطلع لفاصل سريع وبعد اكيد مكملين بفقرات هو وهن، ما تروحوا بعيد. ورجعنا لكم مره ثانيه في هو وهن وليتس توك فاشن. النهارده معايا في الاستوديو ستايلست مرام البشوتي، هنتكلم عن كل ترندز الصيف، نلبس ايه الصبح، نلبس ايه بالليل، واحنا مسافرين محتاجين يكون معانا ايه. مرام ازيك؟ هاي ديما، عامله ايه؟ كله حلو. الاخبار؟ تعالي بقى نبتدي بايه الوان الصيف الترندي السنه دي. الالوان الترندي السنه دي النيون كولرز كلها، بس طبعا توب اوف كولرز اللايم جرين اللي هو الاخضر النيون، درجات الاورنج كلها، الاورنج الفاتح موضه جدا. انا ملاحظه الاورنج خطير، تحفه. الاصفر، الباستلز، البيربل، الليلا، الاصفر، بيبي بلو، بيبي بينك، كل درجات الفاتحه، كل الالوان. بس النيوترلز لا بقى. لا والنيوترلز طبعا. طب بصي معانا دلوقتي زي دول مش كده؟ ده اللايم جرين، ده طبعا توب اوف كولرز السنه دي، تحفه. الساتس بقى كمان موضه جدا. طيب قولي لنا عن الالوان دي، حلوه قوي. بس التيركواز طبعا موضه جدا. الالكتريك بلو، ميتاليك صح بيقول عليه؟ ميتاليك. اوكي. طبعا الكومبينيشن ده خطير، الجرين على الاورنج. عايزين نتكلم شويه صح عن الكالر كومبينيشنز، مهمه قوي. الفوشيا على الاصفر وعلى الاورنج، الاخضر على الفوشيا، الازرق مع الاخضر، بحبه قوي. صح قوي، تحفه. طيب خلينا كده نشوف دي كلها الساتس. الساتس والسوتس موضه قوي السنه دي، ترندي جدا، بس الاوفر سايز مش الحاجات الضيقه. طب هل الاوفر سايز بقى بيمشي مع كل البادي تايبس؟ عايزين نتكلم برضو اكتر. بس خلينا طبعا على واحده هنتكلم على واحده قصيره او رفيعه قوي، الاوفر سايز عليها مش بيبقى حلو قوي، بيخليها فطوطه شويه. فهمتك. بس بنحاول ان هي تبقى لابسه اوفر سايز برضو، بس مش بالحجم الكبير. كنا جايبين الدانم اون دانم، عايزين نشوفه تاني. ياس. والدانم اون دانم السنه دي طبعا خطير، ترندي جدا. بصي الاخضر على اللايم على الالكتريك بلو،
الاكسسوارز بقى، انا شايفه النضاره والشنطه كبيره. الشنط الكبيره موضه جدا، النضارات البالكي الملونه الكالرز الاصفر والاورنج والاحمر والابيض، ازاي يتلبس كده في اي حته؟ حاسه سفر قوي، ساحل قوي. هو يتلبس بقى في اي حته طبعا، بس مش اي حد يلبسه، مش اي حد بيليق عليه يعني كالعاده. الاوفر سايز سوتس، السوتس الاوفر سايز، بصي الفاشن هاك دي، الصندال على البانس والجرين مع اليالو. طب مروان عايزه اصلا اسالك بقى بدايه حبك للفاشن، وعملتي ايه؟ طورتي من نفسك ازاي؟ هقول لك، انا من وانا صغيره الفاميلي ماي فاميلي عندهم محلات لبس، اوكي، فطول عمري من وانا صغيره بحب اللبس، وبحب اروح بقى المحل واقعد هناك واقعد اطلع في لبس واجيب لاصحابي، ولو عندي واحده صاحبتي عيد ميلادها لازم اجيب لها توب مش عارفه ايه وكده، مامي تيجي تلبس لازم انا اللي اقول لها تلبس ايه، اختي كده. قلت لا لازم ابقى بروفيشنال شويه. طب اعمل ايه؟ ابتديت اخد كورسز، فاخدت كورسز هنا في مصر وخدت كورسز في دبي وابتديت بقى المشوار. بس حلوه قوي. طيب كنت عايزه اسالك على حاجه، هل بقى يعني في ناس بتبقى محتاره قوي، بتبقى بتحب الفاشن بس لو مش عارفه تختار، هل انا احسن كستايلست ولا كفاشن ديزاينر او كده؟ ما جربتيش خالص فاشن ديزايننج؟ بس الديزايننج هو طبعا حلو قوي، بس يعني انا حسيت ان انا كستايلست هبقى احسن واشطر ديزايننج وارسم واشوف الباترنز واشوف، ما حسيتش ان هي انا. أوكي. بس طبعا الاثنين بيكملوا بعض اكيد. صح صح، ده بيفيد ده. طيب كنا اتكلمنا عن البودي شيبس بس ايه في الاوفر سايز، بس عايزه بقى اعرف بقى كل بودي شيب بيليق عليه ايه. عندنا كام بودي شيب اصلا؟ عندنا 4. اوكي. ابل وبير وانفرتد تريانجل اللي هو المثلث المقلوب و الاور جلاس. الاور جلاس يس. الاور جلاس طبعا هو البيرفكت، هو البيرفكت اللي فيهم بيليق عليه كل حاجه، كل حاجه بتيجي مظبوطه، والحاجات البالكي دي الشولدرز كل حاجه والاوفر سايز تمشي كل حاجه. هو هو تيبيكال، هو تيبيكال بادي شيب. الابل بيليق عليه الحاجات الاوفر سايز من فوق. الانفرتد تريانجل المقلوب ما ينفعش خالص نلبس بافي سليفز، ما ينفعش نلبس حاجات فيها كتاف، ما ينفعش نلبس حاجات عريضه من فوق، دايما بن 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 بنلبس الحاجات اللي داخله لجوه شويه عشان تاخد من حجم الكتف عشان نقلله شويه. والبنطلونات بقى ما ينفعش سكيني اكيد صح؟ في الانفرتد تريانجل او طبعا ما ينفعش سكيني لان الرجلين بتبقى رفيعه، فبنحاول ان احنا نلبس حاجه ستريت، نعمل البالانس بين يس صح. الابل شيب بنحاول ان احنا نداري الجزء بتاع البطن، برضو السكيني مش بيبقى حلو، بيبقى الستريت احلى. طب كان في، انا مش فاكره، انا سمعت قبل كده المعلومه دي، بودي شيب معين لو حطيناه له حزام بيخلي الجسم او بيعمل وسط مثلا البير. أوكي. اللي هو الكوميترا. صح. لما بتحطي له بلت بتعملي ديفينيشن للويست، فبيبقى بيقلب اور جلاس. بس في البير بقى بحتاج البس بقى بافي شولدرز وحاجات كده صح عشان يبالانس مع يس. الابل والبير الاثنين بيلبسوا بافي شولدرز عادي جدا. ايه ده بجد الابل؟ اوكي مفيش مشكلة. طيب عشان الابل دايما بيبقى الجزء اللي هنا البطن بالجناب كده، مش بيبقى من فوق. خلينا نتكلم شويه عن الدنم. الدنم طبعا ان جدا، بس الدنم اون دنم الموضه دي رجعت تاني جدا، وخطيره وشيك كده، وتلبسي السات على بعض والجاكيت الجينز على البنطلون الجينز نفس الكالر، تغيري في الكالر اوكي مفيش اي مشكله خالص. كده حلقه الدنم اللي فيها سليت دي موضه جدا جدا جدا، سكيرت الطويله اللي فاتحه واتيفر من قدام من الجنب هي ترندي قوي السنه دي. بتميلي الالوان ايه اصلا اكتر؟ انا بغض النظر عن الترندنج بقى، انا بحب كل الالوان بس ماي فيفرت كالر بصراحه هو الاسود بلاك. بجد؟ طب انت بقى لو جاي لك حد عايزك تغيري في الستايل وهو دايما بيلبس اسود وكده، ازاي بتطلعيه بره الكومفورت زون بقى بتاعته ان هو يبتدي يلبس الوان ويغير من الستايل بتاعه؟ بحاول اقنعها مثلا او اقنعه واحده واحده. انا على فكره مان وومن الاثنين. بجد؟ سيلبريتي ستايل يس مان وومن الاثنين. انهي اصعب بقى؟ اكيد البنات. ده كده كده احنا اصعب في كل حاجه، ده كده كده طبعا. بحاول بقى اقنعهم واحده واحده، لا لو عملتي كده ده هيبقى احلى، طب بصي الكالر ده الاندر تون بتاعك هيبقى احلى، هيبقى لايق عليكي اكتر مع لون شعرك مع لون عينك. ما بحاول واحده واحده لحد ما تقتنع، وبتقتنع يعني الحمد لله. طيب عايزين نتكلم شويه عن البيتش وير. أوكي. خلاص دخلنا في الصيف بقى والناس هتسافر، فقولي لنا كده ايه الاسنشلز بقى وانا مسافره وانتي مسافره؟ المايو طبعا اكيد سليبر
كاش مايو بيتش وير. الساتس بقى الموضه السنه دي قوي الساتس اللي هي الساتان الخفيفه اللينن الخفيفه سات على بعض. الساتان زي ما انت قلتي كده بيتلبس بقى الصبح ولا الصبح وبالليل لان نازل السنه دي برينتد فالبرنتس موضه جدا يبقاش اوفر الصبح خالص خالص لا بجد. لا لا موضه موضه كل كل حاجه موضه بس طبعا احنا نرجع ونقول لازم الموضه تتلبس على 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 جسمنا وعلى شكلنا وعلى كل حاجه مش طبعًا. نلبس موضه وخلاص ونقول اصل ده موضه فنلبسه فبنحاول ان احنا نعمل الحاجه اللي تليق علينا يعني فالساتس موضه جدا ايا كانت بقى سكيرت قصيره سكيرت طويله بانس بانس واسع بانس ضيق شورتس كل الساتس موضه جدا طبعا السنه دي ودي طبعا اهم حاجه في الساحل او في الصيف او كده بتبقى خفيفه هتلبسيها على مايو اوكي هتلبسيها على على بالليل تحت اللبس للمحجبات اوكي لانها اوفر سايز مش ضيقه فهيلبسوا تحتيها توب او حاجه او هو بيبقى ساعات الساد بيبقى شميس طويل وبانس طويل بانس قصدي واسع فالمحجبه كمان بتبقى كومفورتبل جدا وفي نفس الوقت حلوه انا اصلا مش محتاجه تفاصيل كتير الساد جاهزه شويه اكسسوارز كده وخلاص yes. طيب نتكلم بقى عن شنطه البيتش لازم تبقى كبيره طبعا صح ده كده أيوة. كده كل حاجه بقى طبعا الموضه السنه دي في الشنط الشنط الكبيره في الخروج العادي وفي البيتش يعني حلوه قوي بنحتاجها والنظارات الكبيره احنا قلنا صح كان في برضو الشنط الميني قوي دي اللي هي ما بتاخدش اصلا حاجه بس لازم اصلا ايوه صح انا بالنسبه لي ما لهاش لازمه شنطتين كده طلعت برضو فتره بس ترندي يس طب عايزه اسالك سؤال بقى البنطلونات الموضه السنه دي البنطلونات الموضه السنه دي الباجي الحاجات الواسعه فاكره البنطلونات القديمه بتاعه زمان اللي كانت بتكسر من هنا فاكره دي طبعا بقى الباراشوت والجيوب الكتير دي هو ده ترند السنه دي الحاجات الواسعه تليق على اي جسم تليق على اي جسم لانها واسعه بس برضو البيتيت مش بيليق عليهم القصيره رفيعه لما بتلبس واسع بتبقى ايوه هتلبس اللي هي عايزاه بس هيبقى باقل شويه مش هيبقى بنفس الباجي قوي بس هيبقى واسع برضو مش هيبقى ضيق يعني التايت مش موضه اصلا طيب عايز اعرف بقى ايه الالوان اللي مكمله معانا من الشتاء البيربل البيربل اللي هو كان معانا صوره كنت مطلعاها البيربل البيربل الاحمر الاخضر الاخضر العادي اللي هو الاخضر الغامق الاصفر على فكره الالوان اللي كانت موضه في الشتاء كلها السنه دي كانت الالوان الحلوه المنوره بتاعه الصيف فهي ستيل كلها مكمله معانا صح معانا في الشتاء ما كانش ده كان دايما بيعتمد الناس تلبس اسود جراي مش عارفه ايه لا السنه دي ما كانش فيه الكلام ده خالص صح اصفر فوشيا بيربل تيركواز اخضر زيتي بلو بيبي بينك كله موضه السنه دي يا مرام انا انبسطت قوي معاكي النهارده واتمنى الناس طبعا تكون استفادت من كل اللي احنا قلناه اتكلمنا في حاجات كتيره قوي خلونا بقى نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا وصلنا هلا لاخر فقرات هو وهن واللي دائما بحكي عنها ختامها مسك واللي هي فقره المطبخ واليوم ضيفتنا هي مش ضيفه هي من اهل البيت لانه مش اول مره بتكون معنا ببرنامجنا رحبوا معي اكيد مع ضيفتنا نهى هادي اهلا وسهلا اهلا وسهلا كيف حالك الحمد لله شو اخبارك تمام تمام شرفتينا ونورتينا ده نورك حبيبتي حبيبه قلبي واليوم حتعملي لنا حلو وحادق بقى حتعملي لنا ايه تشيكن سويت اند ساور بس هيلثي فيرجن منها يعني أوكي. طريقه صحيه اكتر هنسكيب بعض الحاجات وهنخلي كمان الحاجه اللي موجوده في البيت عشان ما نضطرش نجيب مقادير شو هالاشياء من براءة اقتصادية والحلو كيكة الجلاش الحلوة النهارده كيكة الجلاش بدي ادوقها هاي صراحة هي سهلة جدا تاخد خمس دقائق بس فبرضو لذيذ طب شو رأيك نحكي المقادير أول حاجة عندنا مكعبات فراخ متقطعة يعني هي الصدر نفسه مخلي ومتقطعة مكعبات البصل والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر نشا ثوم صويا صوص ملح وفلفل شوية مية يعني حوالي ربع كوباية ومعلقة كبيرة من الصلصة والعسل وخل وصويا صوص تاني انا في سمسم كمان صح السمسم للتقديم كارنيشنج اوكي هاي بالنسبه لا ايش اسم الاكله تشيكن سويت اند ساور تشيكن سويت اند ساور وكيكه الجلاش لبن وزيت مع زبده ممكن زيت بس زبادي جوز هند للتقديم بيض فانيليا بيكنج باودر طبعا الجلاش اكيد وهنعمل برده الشربات كمان. الشربات ده بيبقى نعمله في الاول عباره عن برده العادي السكر والمية وعليهم عصرة ليمون يعني صراحة شكله أسكى أكلتين إحنا عم ناخد صيني على مصري
حاجه بصي ميكس كده. بالظبط. هي الفكره ان هو كمان سهل، فاحنا في الصيف بنبقى عايزين حاجات اللي هي مش بتاخد وقت وننجز كده وتبقى برضو طعمها حلو. طب شو رايك ننجز انا وياكي؟ أيوة. عشان انا جوعانه وريقي جري زي ما بيقولوا. ايش اول خطوه رح نعملها؟ الفراخ هي المفروض بنتبلها الاول في خل وصويا صوص، تقعد في الثلاجه حوالي مثلا نص ساعه كده. اوكي. علشان ايه؟ الخل بيدبل الفراخ. اوكي. والصويا صوص برضو يشربوا منهم. اوكي. هم اصلا هذا شيء اساسي الصويا صوص في التشاينيز كوزين. طبعا. اوكي. طبعا انا يعني التشاينيز عموما بيتطلب بقى ايه؟ ساسمي اويل ومش عارف حاجات كده يعني ايه تريكي شويه، فمش مش دايما بتبقى موجوده في البيوت. صح. فاحنا بنسكيب الحاجات اللي مش موجوده دايما عشان نوفق. لو موجوده طبعا يا ريت تبقى الاكل على اصولها يعني. طبعا. اوكي. وزيت زيتون زيت نباتي عفوا. اوكي. بتحطي بطاسه سخنه انا طبعا هو الاوريجينال تشيكن سويت اند ساور بيتقلي، تحط عليها نشا ودقيق وكده وبيتقلي، فانا دايما الاكل اللي ممكن مش هياثر قوي على الطعم ان هو يتقلي فيه بسكيب الفقره بتاعت احسن صراحه. أوه. يعني الواحد مش ناقصه يتسكر عنده شرايين القلب. دي هنعوضها ان شاء الله في كتجوله. ده سكري بقى، ده ضغط، ده سكري. المفروض طبعا الطاسه تبقى سخنه جدا عشان وننزل الفراخ على دفعتين. لازم صوت عشان بتخشف. ما تنزلش ميتها. انت هتعطريها بال مش اسمه هذا النشا ولا لا؟ النشا هحطه بقى في الصوص اللي هنزله عليه. انا بس محتاجه الطاسه تسخن تاني عشان انا كده نزلت درجه حرارتها. اوكي. تمام. وفي بول. اوكي. هحط بقى الايه اللي انا هضيفه على الفراخ. اول ما تبدا تتحمر شويه. انا عندي هنا النشا. هلا انت بدك تعملي الصوص بتاع التشيكن. بالظبط كده. النشا عشان بتديها تقل النشا. أيوة. هو اللي بيمسكها مع بعض. أوكي. بيمسك الصوص مع بعض. أوكي. وهنا صلصة. شو كمان مثلا زي هيك تعديلات، خلينا نحكي على اي طبخه. هي انت بتعمليها المفروض هنا بيتحط انت... كاتشب. اوكي. اصلا في الاوريجينال ريسيبي بس انا بحط صلصه وعسل. يعني قللتي السكر مش طبيعي، حطيتي سكر طبيعي. الكاتشب يعني كمان حاجه مش صحيه قوي ان احنا الصويا صوص. اوكي. والميه. الميه دي بتبقى يعني ايه انا بتحكم فيها لان كمان لما بتحط على النار بتبدا تتقل. اوكي. صح. من النشا هلا بدك تنزلي باقي الكميه بتاعت الدجاج. طيب سمعنا انه في هيك وصفات خربت منك او باظت. مفيش حد بيطبخ ما فيش وصفات باظت منه خصوصا في الاول. يعني في الاول احنا بنبقى ايه في حاجات كده بتعمليها وتبوظ وتعمليها وتبوظ فتتعقدي منها تقولي خلاص انا مش هعملها تاني. مثل ايش؟ انا مثلا كنت اول ما اتجوزت بعمل كيك. اوكي. كنت بعمل كيك حلو وجميل قوي، قعد فتره كل ما اعمله يبوظ، كل ما اعمله يبوظ. ايش السر طلع؟ انا خلاص انا قفلت، قعدت سنه تقريبا ما بعملش اي نوع من انواع الحلويات خلاص. اوكي. انا مش بتاعت كده يا جماعه وايه. وبعدين لا لقيت بقى ايه، طب انا حد دقيق وبيحب بالذات مع الحلويات، الحلويات لازم بالظبط بالجرام وبالملي يعني. بالظبط. فانا كده اصلا في حياتي، فبعدين قلت لا طب ما اجرب تاني، ما يمكن العيب طلع العيب من الفرن. اوكي. يا الله الفرن نوتي نوتي. أيوة. وبعد كده بقى لما قعدت اعمل كيك وبقى حلو خلاص قلت لا خلاص ده انا اشوف بقى حاجه تانية. كل ما كنت مثلا ادوق حاجه وتعجبني في حته كنت لا ترجعي تحاولي تطبقيها. اجربها يا افضل اجرب بقى ايه، انا لسه ما وصلتش للتيست اللي انا عايزاه او اللي انا ذقته. اوكي. فاجرب ريسيبي تانية، اغير مثلا في يعني مثلا تشيكن سويت اند ساور دي انا يعني عارفه بيبقى ايه دماغك كده انا ما عنديش كذا، طب استخدم ايه، طب انا احط كذا. اوكي. الاشياء الموجوده بالبيت بتحاولي انك انت تجيبي الطعم اللي بدك اياها وبقلل التكاليف. بالضبط. ومش دايما الحاجه اللي انت الريسيبي بتلاقيها مثلا اونلاين او حد بيقول لك عليها بتبقى بتعجب كل الناس او صح. بتنجح معاكي. صح. فبتفضلي لا خلاص انا هحط بقى هغير ده هحط ده. اوكي. هي اذواق بالنهايه كمان. يعني في اي وحده اي ام تقدر تعمل هذا الشيء. انا بتذكر والله يعني ماما كانت مرات
المرقة بتاعت المحشي. احنا بنعملها حمرة، فمرقة المحشي كانت لما تبات عندنا تعملنا اياها شوربة. والله العظيم بتحط فيها رز وتوم وتعمل كرات كفتة فيها. ما حدا يعرف انه هي من اكل بايت الا اخوي، يقولها هاي نفس مرقه اللي مش عارفه شو. بالاخر بتقولي طب كيف عرفت؟ قالها خلص بحس. احنا ما كنا نحس، فكل واحد عنده طعمه ونكهه معينه بيقدر يلقطها. طيب هلا اوكي، بعد ما يتحمل الجاع انا عايزه النار تبقى عاليه شويه. بس بتحبي اساعدك او بتقدري تحطي دبل باور؟ فين الدبل باور بقى؟ حدوسي على نفس العين بتاعت هاي، وفي الدائرتين فوق بعض هنا. اوكي كده. ايوه خلاص هيك اظبط. طب احنا ممكن نبدا نجهز الحل؟ يلا انا موافقه، ما عندي اي مشكله. معيداش. انا بقى ايه، بحب الخلاط قوي. انا ما بحبوش ابدا. ليه بقى؟ الخلاط بيستو ايه، انت تحطي كل حاجه على بعض بمكس لك اياها وتريحي حالك على الاخر بعدين. بالظبط كده. اوكي هتضيفي البيض اول شيء بالخلاط. اوكي حلو. طبعا عشان ما احسش بالزنخه بتاعت البيض، الافضل ان انا استخدم نوع فانيليا حلو قوي. ولو انا من الناس اللي عندها حساسيه شويه برضو من ريحه البيض، انا ممكن ازود شويه خل. بيقتل الريحه. مظبوط كده البيض. اوكي بدك اساعدك بشيء؟ تسلمي والله. انا كويسه بعرف اطبخ. لا ما احنا طلعنا جامدين قوي كمان. نعمل يعني لسه كنت بتقولي انت عملتي تشيكن سويت اند ساور اصلا. عملته احكي لهم التركاية اللي اتعلمتها. شو رايك بتحطي قروبة برضه؟ بتحطي بيكنج باودر على تتبيله الفراخ او اللحمه او اللحمه تحديدا. يعني كنت دائما بس اروح على المطاعم الصينيه مشاهدينا احكي شو سر طراوه اللحمه بالمطعم الصيني، افكر انه بحطوا عليه المطريات الصناعيه. طلع لا، الموضوع كثير سهل وابسط من هيك، والحل موجود بكل بيوتنا. بتجيبوا اللحمه بتقطعوها بطريقه معينه، رفيع قوي قوي كذا زي البفتيك، وبعدين مربعات بتقسموها، بتحطوا عليها البيكنج باودر اللي هي للكيك. ايش اسمها بالعربي؟ بيكنج هي بيكنج باودر. بيكنج باودر بالانجليزي بيكنج باودر، بالعربي بيكنج باودر. المهم بتحطوا البيكنج باودر عليها وشويه صويا صوص، بتنقعوها هيك بس لفتره ما تقطعوا الخضار، بعدين بتشوحوها مع الساسمي اويل او زيت السمسم الصيني. هي او الفراخ بيكون طرايا كثير، طعمهم زاكي، كل الصويا صوص متغلب فيه. جربوها وادعوا لي وسموني شفرا. لا بعد كده احنا نعمل فقره مطبخ بقى لرند بس. والله هون مش مستغليني مش كده. برافو نهى. طيب الصينية اللي أنا هشتغل فيها للجلاش. أوكي. الميزة بقى في الوصفة دي إيه؟ أن أنا لما يبقى فيه، أنت عارفة أوقات بتشتري جلاش وتلاقيه مقطع كده ومش نوعه مش حلو قوي مثلاً، أن أنت تعملي بيه لايرز وكده للجلاش العادي. فده بقى اختراع حلو قوي لي. أنا حتى إذا كان مقطع بتقدر تستغليها. بالظبط. ليه بقى؟ عشان أنا أصلاً بصي أنا بكرمش كده. بتكرمشيها وأحطه كده. أوكي بس يعني أصلاً ممكن نخلي ولادنا يعملوها معانا. بالظبط. هي ما فيش حاجة بيرسايز مثلاً أنا مطلوبة. شكل معين أنت لازم تحطي فيه. أوكي هي كده. بس المهم تفصليهم واحدة واحدة عشان ما تكونش الخميلة، عشان ما تبقاش معجنة كده شوية. تخينة. أوكي. يي والله أنا صار نفسي ألعب، صار نفسي انا اعمل معك. طب يلا. طب اعطيني اعملها. شو رايك انت لما تعمل لي الفراخ؟ دائما بحكي جاج. الفراخ. يلا. مغسله ايدي عن جد بحياه الله، غسلت ايدي فما حدش يقرب. لا اللي بيطبخ ما يقدرش، اللي بيطبخ في العادي ما يقدرش يمسك حاجه
هو ايده مش نظيفه. اهم شيء ما يجيلوش قلب. واهم شيء كمان انه نطبخ بايدنا. يعني انا مثلا ما فكره انه الوحده اذا بتلبس كفوف بالبيت، انا عم بحكي مش ومش كشف يعني، مش غلط انه الواحد يستخدم ايده لانه فيها طاقه، وهي الطاقه كثير مهمه. نفس بالزبط. النفس يا جماعه، انت بتحسي بالاكل بالضبط، تحسي هو محتاج كذا، عايزه تزودي كذا كله، وانت بتعطي النفس بتاعك، لانه يعني في كل واحد له طريقه اكل طبخ معينه وهذا. طيب ايش عم تعملي هلا بال انا بزود بقى البصل والفلفل. اوكي، على الفراخ بعد ما اخذت شويه لون مش كده؟ بدات تدخل في السوى، المفروض برضو بسيبها في يعني تكمل سواها وتتشوح مع الخضار شويه. أوكي. وعلى حسب بقى، انا يعني في ناس بتحب الخضار بيكون بيقرص شويه، الفلفل بيقرص شويه، هو هيك الاسكع عشان فائده ما تروح، فما نسيبوش على النار مده طويله يعني. اوكي، شوفي هيك صح عم بعمل صح؟ ايوه برافو. بقول لك انا ست بيت معدله. انت هتعمليها في البيت هتعجبك كمان بصراحه، بدي اجربها. كمان سهله يعني، انا يا دوبك بس اكتر حاجه متهيألي بتاخد وقت في الموضوع ده هو الشربات. اوبس. بدك تعقدي او تخليه يمسك على بعضه كده شويه، بس هزود بقى ده كده عليها. اوكي، وكمان مش تاخد وقت في الفرن، يعني هي تقريبا تلت ساعه بس عقبال ما تبدا تاخد لون، تحمر شويه. واو، هيك خلصتي؟ بس هذا جوز هند صح؟ ده بقى في التقديم بعد كده. اوكي، وكيف بيطلع شكلها بعد ما تحطيها بال حالا؟ بس انا بس ايه يعني اسويها ليه؟ علشان ما يبقاش حته تتحرق. اوكي، شفت منيح اللي علمتيني، ولا كان اذا انحرقت احكي الله نهى اعطتني ريسيبي غلط. والله ابعتوا لي على البيج نهى عملت مش عارف ايه باظت ليه، قولها طب امشي بس معايا من الاول واحده واحده كده وقولي لي عملتي ايه وانا هقول لك الغلط فين. اوكي، يطلع مش مطبقين الشيء، يطلع يعني في حاجه مثلا ايه نسيتها، في حاجه ما خدتش بالها منها. اوكي تمام، شو حلو شكلها صار. اوكي، بنحطها هاي بالفرن مضبوط. قديش بنحطها بالفرن وبالوسط ولا المفروض بدايتها من تلت ساعه انا ببتدي اتشقري عليها عشان هي تكون بدات تاخد لون. طيب ودرجة حرارة كام؟ 190 بالوسط ولا في الوسط؟ في الوسط. لو هي مثلا بدأت خلاص لقيتها بدأت تستوي وما خدتش اللون اللي أنا عايزاه، ممكن أفتح الشواية وخلاص كده. أوكي، ده بقى يعني إيه حسب. أنا بحب جوز الهند، ممكن تحطوا بقى فستق، ممكن تحطوا أي نوع مكسرات، ممكن تسيبوها كده. أنا بحبها هيك أكتر. هي لا كمان الجلاش مع جوز الهند بيبقى رائع. انا بحب جوز الهند. وانا هذيك مره بالاردن عندي برنامج راديو بالاردن، المهم فبيسالوني المستمعين بيقولوا لي شو الفرق بين البسبوسه والهريسه. الهريسه عندنا هي زي بسبوسه بس ما فيها جوز هند، فانا استوعبت ليش انا ما باكل بسبوسة أو هريسة إلا بمصر، لأنه أنتوا بتحطوا فيها جوز هند. جوز هند بالضبط. أيوة. إحنا ما بنحط فيها. أنا اكتشفت على كبر إن أنا بحب جوز الهند جدا. أنا كمان ما كنتش فاكرة إن أنا بحبه كده بصراحة. طيب لذيذ، أنا بحبه بكل حالاته، أخضر ناشف. وفي اللي هي الشكلمة عارفاها؟ لا. لا لازم تجربيها، ترى بتحبي جوز الهند هتعجبك قوي. الشكلمة دي عبارة عن جوز هند أصلا. أوكي، إيش هي؟ كرات كده جوز هند بتبقى معمولة ممكن يحطوا معاها لبن مكثف محلى. شفتها شفتها. أيوة. وانا بدحرجوا الناس. أيوة. هاي بها. أيوة. لا اكلتها انا قديمه. ما كنتش عارفه انها اسمها شكلامه. لا انا باكل بس مش ضروري الاسم، يعني التسميه مش فارقه معي. كرات جوز الهند اسهل بكثير من الشكلامه بالنسبه لي. مرات ماما كانت تعمل حتى كرات الشوكليت تحط جواها جوز هند بعدين ترجع تعمل لي اياهم. ايوه بتبقى جميله. باونتي الحاجات اللي هي شو اي حاجه في جوز هند. بعدين احكي لك سر، وحكيته هاي ثاني مره او ثالث مره او يمكن المره اللي مليو. اسم ابوي مروان، اوكي، امي هند، فبابا اسمه جوز هند. ايوه، فانا بحب ابويا. اوكي هلا خلاص انا كده يعني هي خلاص بدات تاخد تدخل في السوى، وهنزل عليها الصوص اللي انا عملته بدون قلي وبدون اي شيء، واكله سريعه وهيلثي فيها كل العناصر اللي لو عايزين كمان توفروا وقت ممكن تحطوا الفراخ في الاير فراير شويه. اوكي
أزبط صراحة. الاير فراير بصراحة اختراع رهيب. هو مشكلة الناس انها بتعامله على انه هو فراينج، يعني ان انا بديل للقلي الحقيقي، بس هو لا، هو ده حاجة وده حاجة. هلا الطعم اكيد مش زي القلي، بديل للفرن بحسه كده، مش بس الفرن. أسهل حتى الفرنش فرايز مثلا، البطاطس بعملها هناك، بس شو بعمل؟ بدل ما انت تغطسيهم بزيت هالقد كبير وتقليهم بزيت كتير، بجيب مثلا الطبق بحط فيه البطاطس، بحط عليها شويه زيت والبهارات اللي انا عايزاها، بقلبها وبعدين برميها بالاير فراير، بتطلع كرانشي ومش مزيته احنا بنقولها يعني. مش شاربه زيت. ايوه مش شاربه زيت. اوكي خلاص. انا كل ما احس ان انا عايزه الصوص يعني اخف شويه من كده، بزود ميه واسيبها تكمل. تنشف لحالها. طبعا الملح والفلفل ده يعني انا بفضل ان انا ما تحطيش ملح. لا بحط شويه صغيرين، بس للاخر لازم ادوق، عشان انا عندي صويا صوص، ممكن اكون بستخدم صويا صوص مالح، في مش مالح، وممكن برضو الصلصه العسل، انا ما اعرفش هو سكر قوي ولا لا، فبدي كامل التعادل فيها، فلازم البالانس ده لازم في الاخر كده انا اظبطه بقى. ايه، انا مش من نوع اللي بدوق الاكل. انت باين انت بتاكليش، انا مش عارفه كيف تطبخي حلو وما بتاكلي. انا اذا شميت بنصح. لا اصل في ناس كل يعني كل خطوه هم بيعملوا. انا لا مش كده، انا اخر شيء بعدين بعدل اذا بده تعديل قبل ما الناس تدوق، عشان بس عشان ما تفضحش يعني. ايوه. طيب نهى، هلا مثلا زي هاي اكيد بتتاكل مع تشاينيز نودلز او الفرايد رايس او ستيم رايس. انا ممكن يعني لو برضو مش موجوده الحاجات التشاينيز قوي، ممكن يبقى رز عادي وخلاص، او رز عادي مصري. الصوص ده بقى انا ممكن ازوده شويه علشان احطه على الرز. حتى ما بياكلوه ناشف. انا بحب، ما بحب الحاجه المميميه، بحب ازور باللون ماسكه يعني. نفسها بحب انها تكون ناشفه مش صوصي يعني. هو خلصنا ممكن. جد تحكي؟ والله فخمه. شفتي؟ طب يلا نقدم. اقدمها؟ يلا نقدم. يلا ناكل. انا لا بدي اكل من كلهاش صراحه، بجيب جوز الهند. انت عملت يعني سبيت مصاري. ما اشتقت لهاش لسه، بس عشانك رح ادوها، عشان خلاص حرام حرام. نهى از نايس حبيبتي. اسمعي اذا اكتفي، انا بدي انا انظف هون عشان نقدر انه نقدم الطبق. تمام. وانتي بقي ايه؟ قرنشي. انت عايزه تقرنشي بالساسمي صح؟ ايوه. اوكي هيك جاهزين حضرتك. احنا راح ندور عشان دائما ما يقوليش الكيو كارد يا رند. ايه ديك يا رائي، عملنا مشاكل المخرج والله يا نهى، انا مش عارفه شو بدي اعمل. لا بخفة دمه وبأدبه. قولي لنا. خلاص كده احنا عملنا التشيكن سويت اند ساور بطريقه صحيه اكتر وسريعه كمان جدا وكيكه الجلاش برده في 5 دقائق بالظبط، هو وقت الفرن بس لحد ما بنروق بالظبط يعني. سلم ايديكي نهى، الله يسلمك، كثير انبسطت. انا انبسطت والله ان انا معاكي رقيقه وهاديه وجميله، وانت خفيفه الروح. خليتي الموضوع بسيط اكتر. ما هو بسيط. لا عن جد ثانك يو، كثير انبسطنا بوجودك، وزي ما حكيت قبل ببدايه الفقره انه انت من عيله هو وهن. أيوة. انت مش ضيفه عنا، باي وقت جاي بالك تعملي اي شيء على وجه الارض شرفتينا ونورتينا. انا برتاح معاكم هنا، فانا هاجي على طول ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكي. يعني مشاهدينا شفتوا اكله سريعه خفيفه لطيفه زي ما احنا بنكون خفاف، بتمنى